تتوسط سكاريا المدن الكبرى مثل أنقرة وإسطنبول وإزمير. من هذه الناحية لديها ميزة مهمة للغاية. في نفس الوقت سكاريا هي مدينة تقدم تسهيلات نقل سريعة وسهلة للغاية. من ناحية أخرى عندما ننظر إلى الاستثمارات في مدينة سكاريا كمدينة طلابية تضم أكثر من 90,000 طالب فإنها توفر راحة ومزايا كبيرة للطالب. إنها مدينة لها مزايا مهمة للغاية من حيث الإقامة والتغذية والحياة الاجتماعية. من هذا المنظور فإن جامعة سكاريا للعلوم التطبيقية في موقع مفيد للغاية. من ناحية أخرى نحن أول كلية علوم رياضية والوحيدة في تركيا التي تعمل بنظام تطبيق التعليم في مكان العمل بدوام كامل 7+1، وهو امتياز تقدمه جامعتنا. في 3 من أقسامنا الأربعة قمنا بتنفيذ نظام 7+1 هذا العام، وبالتالي نقدم لطلابنا فرصة الحصول على الخبرة العملية. نحن نقدم ميزة كبيرة بالمقاعد المخصصة للطلاب في هذا القطاع. يتمتع الطلاب الذين يدرسون هنا بفرصة مهمة حيث يواصلون تعليمهم وفي نفس الوقت يعيشون حياتهم الرياضية. يتوفر لدينا 4 مراكز مختلفة للاستعداد الأولمبي التركي توهم، حيث يقدم مجيء الرياضيين المحترفين إلى سكاريا فرصا لطلابنا. سيجد المرشحون الذين سيختاروننا الفرصة لإدراك أنفسهم والتعبير عن أنفسهم هنا. قبل كل شيء سيجدون الفرصة لتدريب أنفسهم في واحد وأكثر من مجالات المغامرة والرياضات المائية والرياضات الطبيعية عدا الرياضات الأولمبية. في إطار الأهمية التي نوليها للتطبيق العملي هنا، سيتلقون تدريبا بدوام كامل لمدة فصل دراسي واحد في مكان العمل، ويكتسبون خبرة في مكان العمل، وستتاح لهم الفرصة للعمل في الأماكن التي يكتسبون فيها الخبرة. من وجهة النظر هذه سنقوم بتدريب الطلاب ذوي الخبرة العملية في إطار التطبيقات غير الموجودة في تركيا، ويتم تطبيقها هنا لأول مرة. في هذا الصدد سيتمكن الطلاب الذين سيختاروننا من العثور على فرص مختلفة واكتساب ميزة مهمة فيما يتعلق بمستقبلهم وحياتهم المهنية. يمكنك بالفعل رؤية مزايا مدينة سكاريا وجامعة سكاريا للعلوم التطبيقية عن طريق العيش بها. لذلك سيجد الطلاب الذين سيختاروننا بعد مجيئهم إلى هنا أكثر بكثير مما وصف لهم. في هذا الصدد أتمنى التوفيق لجميع المرشحين للجامعة، وأشكر مسبقا الطلاب الذين سيختاروننا.